شد عضلي قد تكون او شد العضله الخلفيه. تلعب الان الى طلال فاضل في نص الملعب. طلال فاضل حاول لكن صالح الشيخ كره مرتده سريعه خطره 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 المطوع خطره 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 جول 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 الله جول لازم جول لازم جول هي كرة الجول ولازم جول لأن ارتداد سريع لأن المدافع الوحيد لا يستطيع أن يقف أمام زحف القادسية في اللعبة في العرضية في كرة أيضا عجب لازم جول شوف 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 نصر ويب حاول حتى الرمق الأخير في إبعاد الكرة وكذلك أيضا فواز الدوسري لكن كرة الأخير أيضا عجب وبالتالي في الجول هنا حاول هو ناصر الوهيب لكن الكرة خلاص رايحة في الجول وبالتالي هدف ثاني لمصلحة أيضا نادي القادسية 2-1 في الدقيقة 18 عن طريق عجب